السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة صف الرابع، أهلا بكم مرة تانية في الدرس التاني من يونت 4. قلنا يونت 4 العنوان بتاعها Where do you live؟ أما عنوان الدرس بتاعنا فهو Where is it؟ Where is it؟ واللي فيها بنتعرف على بعض الأماكن وبنعمل في الأماكن دي إيه، وكمان هنتعلم الـ Prepositions of Place، حرف الجر اللي بيدل على المكان وإزاي نستخدمه، وإزاي كمان هسأل بكلمة Where اللي معناها أين، وإزاي كمان هجاوب عليها. ولكن تعالى في الاول كده نشوف بعض الاماكن اللي هو مدهنها في الوحده ونشوف البرونسيشن بتاعها. تعالى اول كلمه عندنا هي كلمه هوسبيتال، هوسبيتال، هوسبيتال. سوبر ماركت، سوبر ماركت، سوبر ماركت. سكول، سكول، سكول. بوست اوفيس، بوست اوفيس، بوست اوفيس. شوبينج مول، شوبينج مول، shopping mall. office، office، office. تعالوا مع بعض يلا نشوف بعض ال prepositions of place اللي هو مدهالي في الوحدة دي. number one، on، on. in، in. under، under. above، above. next to، next to. between، between. behind، behind. in front of، in front of، in front of. طبعا شكل مهم مهم جدا في الدرس ده ان انا اعرف الاماكن دي ونعمل ايه في كل مكان، يعني المفروض اعرف النشاط اللي بيؤدى في كل مكان من الاماكن دي. لو خدنا number one the supermarket، supermarket. so when I ask you what do you do in the supermarket، يا ترى ايه اللي انت بتعمله في السوبر ماركت؟ يبقى هنقول the supermarket is a place where we buy food. the supermarket is a place where we buy food. يبقى إذن السوبر ماركت ده المكان اللي احنا بنشتري منه الطعام. number two the post office، the post office. وان post office ده اللي هو مكتب البريد. مكتب البريد is a place where we send letters، where we send letters. يعني بنبعت في الخطابات، يعني مكتب البريد هو المكان اللي بنبعت من خلاله الخطابات او الجوابات. number three the school، school، school طبعا هي المدرسة. is a place where I learn or where we learn، يعني هو المكان اللي احنا بنتعلم فيه. again the school is a place where we learn. number four the shopping mall، the shopping mall. وان الشوبينج مول ده اللي هو مركز التسوق، لو جينا نشوف التعريف بتاعه هنلاقيه is a place where I buy clothes and shoes. is a place where I buy clothes and shoes. طبعا هو المكان اللي انا بقدر اشتري منه ملابس وكمان بشتري منه احذيه. number five is the office، the office. office يعني مكتب، والمكتب ده اللي بابا وماما بيشتغلوا فيه. is a place where my mom and dad work، where my mom and dad work. number six is the hospital، the hospital. hospital طبعا اللي هي المستشفى. جينا نشوف المستشفى يا ترى بنعمل فيها ايه. اللي is a place where we go when we are sick، is a place where we go when we are sick. يعني هو المكان اللي احنا بنروحه لما بنكون تعبانين. يبقى إذا مهم جدا حبايبي إن أنا أحفظ بنعمل إيه في كل مكان من الأماكن دي. وطبعا شكل ما قلنا مهمتنا التانية في الجزء ده من ده، طبعا أنا عارف إن أنا بسأل عن المكان بكلمة where. طبعا مديني في الوحدة دي الأماكن كلها مفرد، فبالتالي بيجي ورا where is، where is، وبعدين بيجيب لي أي مكان من إحنا خدناهم دول. يعني ممكن أقول لك where is the hospital، where is the hospital. where is the hospital معناها اين المستشفى. طبعا شكل ما قلنا where is the hospital معناها اين المستشفى، فببدا اشوف يا ترى المستشفى دي فين. فلما نبص للمستشفى هنا هنلاقيها بجوار المدرسه. هنا لازم اكون عارف ان بجوار معناها next to، المدرسه اسمها school. يا ترى هجاوب ازاي؟ قال لي انا لما اجي اجاوب بجاوب بطريقتين اتنين، يا اما ببدا بالاسم نفسه اللي هو the hospital، يا إما بعوض عنه بضمير ولأنها غير عاقل مفرد فبعوض عنها بيت. طيب يا ترى هجاوب إزاي؟ قال لي
اول اجابه ببدا بـ the hospital وبعدين اقلب مع is، فهقول the hospital is، the hospital is، وبعدين شكل ما قلت بشوف المكان، احنا قلنا بجوار المدرسه. طيب المفروض بعد ما جبت is هجيب كلمه بجوار اللي هي next to، يبقى the hospital is next to، وبعدين اجيب المدرسه اللي هي the school، وبكده يبقى كلمه الاجابه the hospital is next to the school، يعني المستشفى بجوار المدرسه. الإجابة التانية هي إن أنا مش هبدأ بـ the school، لكن هعوض عنها بالضمير بتاع اللي هو it، وفي الحالة دي هتبقى الإجابة بتاعتي it is next to the school، it is next to the school. تعال نشوف مثال تاني، مثلا بيقولي where is the supermarket، يعني فين هو السوبر ماركت. وطبعا لما أنا هبص في الصورة هلاقي إن السوبر ماركت ده بين المستشفى وبين مكتب البريد. طيب اذا انا عايز اقول ان السوبر ماركت بين المستشفى ومكتب البريد، هقولها ازاي؟ قال لي هقولها بطريقتين، يا اما انا ابدا بالسوبر ماركت وبعدين ابدل مع اس فهقول ذا سوبر ماركت از، قلنا بين يعني بتوين، سو ذا سوبر ماركت از بتوين ذا هوسبيتال اند ذا بوست اوفيس. اجين ذا سوبر ماركت از بتوين ذا هوسبيتال اند ذا بوست اوفيس، او ان انا ما اجيبش السوبر ماركت واجيب مكانه ات وتبقى ات از between the hospital and the post office. It's between the hospital and the post office. وبكده يبقى انا قدرت اعرف ازاي اسال بواوز اللي هيجي وراها اسم مكان مفرد واجاوب عليها بطريقتين اتنين، سواء ببدا بالاسم او ببدا بالضمير العائد على الاسم. وطبعا هنا لو شفنا التمرينات هنلاقي ان التمرينات بتيجي بشكل بسيط، يا اما هيجيب لي المكان ويقول لي بنعمل فيه ايه، يا اما يجيب لي الشيء اللي احنا بنعمله ويقول لي يا ترى ده في اي مكان. يعني for example على سبيل المثال لما اقول لي the school is a place where I ويديني space مكان فاضي، فهنا لازم اسال نفسي يا ترى انا بعمل ايه في المدرسه، فاكيد هلاقي برافو عليكم كده learn، so the school is a place where I learn. او ان يجيب لي العكس، يعني ايه يجيب لي العكس؟ يعني يقول لي the ويجيب لي space يعني نقط، وبعدين يقول لي is a place where I learn is a place where I learn. فطبعا هنا المفروض اسال نفسي يا ترى انا بتعلم فين، فاكيد هتبقى برافو عليكم هتبقى school. So the school is a place where I learn. وبكده يبقى انا عرفت الاماكن وكمان عرفت بعمل فيها ايه وكمان عرفت ازاي بسال عن مكانها. تعالوا بقى يا حبايبي نشوف تطبيق على الكلام ده في كتاب المعاصر صفحه 199. طبعا مديني اول كويز معانا بيقول لي look and scramble and write. اول كلمه طبعا حبايبي لو شفناها هنلاقي كلمه school، school حبايبي بمعنى مدرسه، تاني school بمعنى مدرسه. الصوره اللي بعدها اكيد صوره اسره او عائله، والاسره والعائله حبايبي اسمها family، تاني اسمها family. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها كلمة village، village حبايبي بمعنى قرية، تاني village بمعنى قرية. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني بيقول look and write the words، يلا ننظر ونكتب الكلمات. طبعا لو بصينا أول صورة خالص هنلاقيها صورة مستشفى، والمستشفى حبايبي اسمها hospital، تاني hospital يعني مستشفى. طبعا الصورة التانية صورة office، وإن office حبايبي بمعنى مكتب. اما الصورة الاخيرة فهي صورة مكتب بريد، وقلنا مكتب البريد حبايب اسمه post office، تاني post office يعني مكتب بريد. تعال كده نشوف زين بيقول ايه، بول my name is زين، انا اسمي زين. I live in a village، يعني انا عايش في قرية next to the Nile، next to حبايبي قلنا بجوار النيل. I live in a house with my family، يعني انا عايش في منزل مع اسرتي. Our house is not the biggest in the village، يعني المنزل بتاعنا مش أكبر منزل في القرية. It's between، وأنا قلت لكم حبايبي طالما قلت between يبقى هجيب مكانين اتنين، فقال لي a yellow house and a brown house، يعني هو بين بيت أصفر وبيت بني. There are tall trees behind the house، يعني في أشجار طويلة خلف المنزل. طبعا في الأسئلة اللي تحت حبايبي بيقول لي زين lives in a next to the Nile، طبعا in a village يعني في قرية. نمبر 2 بيقول لي زين lives with his، أو عايش مع مين؟ قلنا lives with his family يعني عايش مع أسرته. تعال حبايبي يلا نشوف في صفحة 201 مديني بعض ال prepositions of places وبيقول لي وصلها. طبعا الصورة دي هي in داخل، طيب اللي بعدها هي تحت، يعني ايه تحت حبايبي؟ under، يبقى هوصلها طبعا بكلمة under.
طيب الصورة اللي بعدها هتقول لي دي أمام يا مستر. طب يعني أمام؟ هتقول لي in front of، تحتها على طول. طيب اللي بعدها دي بجوار، وبجوار حبايبي يعني next to، تاني next to يعني بجوار. أما الأخيرة فهي بين الصندوقين فهتبقى between، وbetween حبايبي معناها بين. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني وإزاي بنختار. number one بقول my dad is in the kitchen. طبعا هنا عشان أقول next يبقى لازم في to، وان مش معقولة بابا هيبقى على المطبخ، امال هيبقى في المطبخ، يبقى in the kitchen. number two بقول our cat likes sleeping with me the bed، يعني القطة بتحب تنام معايا، يا ترى بين السرير؟ هنقول لا طبعا، لان بين دي لازم يجي وراها مكانين. طب in front of، انا ما بنامش طبعا قدام السرير، امال بنام فين؟ on the bed يعني على السرير. number three بقول I'm waiting for، وكتب لي طبعا wait for بمعنى انتظر. I'm waiting for my friend at her house. طبعا منتظر صديقي او صديقتي فين؟ هتقول له اكيد امام المنزل، يبقى in front of، مش معقولة هقول above ولا on. number four بقول we're playing، وانا ده حبايبي زمن present continuous يعني زمن مضارع مستمر عشان في are و verb plus ing. we're playing a game. I'm hiding in the door. طالما هختبئ، هختبئ قدام الباب ولا خلفه؟ هتقول لا مستر خلف الباب، ورا الباب. تعال نشوف نمبر 5 بقول I like sitting in the couch. الكاوتش حبايبي اللي هي الأريكة أو الكنبة. طبعا أكيد أنا هقعد فين؟ هتقول لي on. on the couch يعني على الكنبة. نمبر 6 بقول لي he is standing the mirror. طبعا أنا بقف فين؟ هتقول لي أنا بقف قدام المراية، يبقى in front of. number 7 بقول the kids، الاطفال are playing in the park. اكيد بيلعبوا في الحديقه، في حبايبي يعني ان. تعال حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لنا. طبعا اول سؤال listening، المفروض ان انا بستمع وبعد كده بشوف true or false. بيقول لي there are two beds in my room. there are two chairs and a table. the table is between the two beds. there is a book on the table. طيب بعد ما سمعنا تعالوا نشوف يلا كده. بقول لي there are three chairs in my room. هقول له طبعا false، خطأ، وقال لي two chairs. number two بقول لي the table is between the two chairs. لا طبعا هي between the two beds، يبقى false. طب تعالوا نشوف number three، بقول لي the book is on the table، كتاب على الترابيزة، هتقول لي ايوه true. تعالوا نشوف يلا السؤال التاني وهو توصيل. بقول لي علي lives in. بقول لي علي عايش فين؟ اكيد عايش في قرية بجوار النهر. هقول علي lives in a village next to the Nile. هادي number one. number two بقول لي the school is a place. بقول لي المدرسة هي المكان، يبقى اكيد عايز تعريف المدرسة ونشوف احنا بنعمل فيها ايه. يبقى اكيد المدرسة دي هي المكان حيث نتعلم، يبقى the school is a place where we learn. number 3 بقول لي the supermarket is in front. هتقول لها مستر in front دي ناقصه of، فدور على of هناك في الاختيارات. يبقى the supermarket is in front of the post office، يعني امام مكتب البريد. number 4 بقول لي the hospital is between. قلت لكم حبيبي طالما جاب لي كلمه between يبقى عايز كم مكان؟ برافو عليكم، مكانين اتنين، يبقى اكيد هقول the shopping mall and the office. تاني the shopping mall and the office، يبقى دي number 4. طب number 5 بقول my mom and dad work. يعني بابا وماما بيشتغلوا فين؟ اكيد هتقول لي at the office يعني في المكتب. تاني at the office يعني في المكتب. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بقول live village I in a، اكيد هقول I يعني انا، live يعني عايش، in في a village يعني في قرية. تعال نشوف number 2 بقول لي there is where hospital. خلاص بقى احنا حفظنا السؤال، يبقى where اجيب وراها is وبعدين الاسم بتاعي، يبقى where is the hospital يعني اين المستشفى. number 3 بقول لي the post office next is to the school. اذا هبدأ بطبعا the school، المدرسة، قبل المكان لازم اجيب verb to be، يبقى is، على طول وراها next to، بعدين المكان الثاني the post office. تعالوا نشوف السؤال الرابع. بيقول لي tall the house there are trees behind. طبعا انا عارف حبايبي ان there are بيجي وراها اسم جمع، تاني there are بيجي وراها اسم جمع، يبقى there are.
طب فين الاسم الجمع؟ هتقول تريز يا مستر، بس في صفة لازم تيجي قبله، يبقى there are tall trees يعني يوجد أشجار طويلة. behind مكانها بقى اهو، behind the house يعني يوجد أشجار طويلة خلف المنزل. تعال نشوف حبايبي صفحة 205. المفروض ان احنا بنقرأ الكلمات دي ونعرف معناها وبعدين نحطها في الفراغات. عندنا close يعني ملابس، عندنا between يعني بين، عندنا shopping mall يعني مركز تسوق، عندنا next يعني بجوار. قول my name is هانا يعني انا اسمي هانا. I live in Cairo يعني انا عايشة في القاهرة. There is a in my street اكيد في مركز تسوق في شارعنا، اكيد نمبر 1 هتبقى shopping mall. I buy and shoes from that shopping mall بشتري ايه بقى واحذية، اكيد clothes، وclothes حبايبي بمعنى ملابس. It's a to my school where I learn طالما في to اكيد هتبقى next to، وانا next to حبايبي معناها بجوار، يبقى it's next to my school where I learn يعني هي جنب المدرسة حيث اتعلم. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس، وده سؤال اختياري. بيقول لي the cat is the bed and the table بيقول لي ان القطة ايه السرير والترابيزة. قلت لكم حبايبي طالما جاب لي مكانين يبقى هي على طول between، between حبايبي معناها بين. number 2 بيقول لي there is a shopping a next to the supermarket، هتقول لي there is a shopping، برافو عليكم، مول يعني مركز تسوق. نمبر 3 بيقول لي the supermarket is next to the school، next محتاج ايه يا حبايبي، هتقول لي تو يا مستر. طب نمبر 4 بيقول لي we go to the a when we are sick، بنروح فين لما نكون تعبانين، هتقول لي يا مستر بروح hospital، hospital حبايبي يعني المستشفى. نمبر 5 بيقول لي there is a place where we send letters يا ترى بنبعت الخطابات فين، برافو عليكم، the post office مكتب البريد. number 6 بيقول لي we close from the shopping mall، طبعا حبايبي احنا بنعمل ايه في الملابس من مركز التسوق، هتقول لي we buy، buy حبايبي بمعنى نشتري. number 7 بيقول لي is your house، قال لي it's between كده جاب لي المكان، طب فين السؤال عن المكان، هتقول لي where اين. تعال حبايبي نشوف اخر سؤال معانا، هو سؤال punctuation. بيقول لي my name's حمزه انا اسمي حمزه، هتقول له مستر my، الام لازم تكون كابيتال في اول الكلام، نيم خلي بالك دايما ما تنزلش تحت السطر الا في خمس حروف بس، جي جاي بي كيو واي، جي جاي بي كيو واي، غير كده كله حبايبي فوق السطر. ماي نيمز طبعا في هنا ابوستروفي اس، حمزه الاتش برافو عليكم كابيتال، ليه يا مستر؟ عشان ده اسمي يا حبايبي شخص، وفي الاخر فلسطاب عشان دي جملة عادية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبيبي لما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو حابب تدعم القناة ممكن تخش على ميزة انتساب، ودي حيجيلك بيها حاجات مميزة عن ناس كتير. يلا شير لكل الناس عشان الكل يستفيد، واستنونا مع الدرس الثالث في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.